وصاحب الحكم يمليه لكاتبه، وناصب الحبل في الميدان يدعوني. تحت هذا الطربوش تكون دماغ جبار. هذا الفتى سيكون أكبر وأقدر مفكر في الشرق الأدنى، والوصف لجريدة التايمز اللندنية. درس الرياضيات ودرسها، وأتقن الإنجليزية وحذق الفرنسية، وأقام في إسطنبول عضواً في مجلس المبعوثان يخطب بالتركية وبالعربية. كان شاعراً ولغوياً، لكن فارس الخوري كان أولاً رجلاً ذا موقف. كانت المناصب ترمي نفسها تحت قدميه. ترأس الحكومة السورية 4 مرات، وانتخبوه لرئاسة البرلمان 81 نعم وورقة بيضاء واحدة. كان الاقتراع سرياً، كان الزمن مختلفاً. عندما جاء الفرنسي محتلاً في أوائل العشرينات، جمع الجنرال إنري غورو قيادات البلد، جمعهم في قصر المهاجرين على غداء، تبسط معهم وامتدح الغوطة والشام، ثم نظر حوله سائلاً: إذن هنا كان يقيم فيصل؟ تصدى له فارس الخوري وقال: هذا القصر بناه حسين ناظم باشا، ثم أقام فيه جمال باشا، ثم إدموند ألمبي، ثم الملك فيصل، وقد تغدينا معهم جميعا هنا، والآن تقيمون فيه فخامتكم. وكل أولئك قد ذهبوا يا سيادة الجنرال، وبقي القصر وبقينا نحن. وساد الوجوم المأدبة حتى نهايتها. بعد اللقاء قال له الشيخ تاج الدين الحسيني: لقد انتحرت سياسيا. قال فارس الخوري: سأقاومهم حتى يرحلوا. وكانت كلمة حق أتبعها صاحبها بفعل.